Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir module numéro 3, algorithme, définition et structure. سنرى يا أصدقائي في إطار مواصلة دروس المعلوميات درس الالغوريزم سنرى التعريف ونرى كيفية كتابة الالغوريزم. بالنسبة لهذا الدرس فهو درس يخص جدا مشترك كذلك يخص صحاب الاستياء وكذلك بعض الدراسات الجامعية اللي عندها علاقة l'informatique. On va commencer. Notion d'algorithme. Un algorithme est une suite finie d'actions à appliquer dans un ordre déterminé sur des données afin d'atteindre un certain résultat. Alors, شنو الالغوريزم هي مجموعة ديال المراحل الهدف منها هو حل مشكل بالهدف يعني هدف ديالو هو الوصول الى نتيجة. كيكون عندي مشكل يعني انطلاقا مجموعة المراحل اللي كنتبع في واحد الترتيب ماشي كنبدا من الاخر وكنرجع الاول من الاول حتى الاخير باش نوصل لواحد النتيجه. نعطيكم مثال، عندنا معادله بغينا نحلوا هذه المعادله. شنو هو الالغوريثم؟ هي مجموعه ديال المراحل اللي كتمكننا يعني في واحد الترتيب اللي كتمكننا باش نوصلوا الى النتيجه اللي هي حل المعادله. بالنسبه لو مو الغوريثم فيان دو نون دو سافون ميزيلمون الخوارزمي. بالنسبه للالغوريثم يعني شكون اخترع هذا الطريقة ديال التفكير؟ هو العالم المسلم الخوارزمي وتسمت بالاسم ديالو لان الالغوريثم بالعربية الخوارزميات. اذا لينا يعني نشوفو ماتنو لا ميثودولوجي الالغوريثم. pour réaliser un algorithme il faut comprendre le problème, préciser les données à fournir en trait, préciser les résultats espérés sortis et déterminer le processus ou la méthode. يعني باش نعدل واحد الالغوريثم شنو هما اهم المراحل وشنو هما يعني الطريقه ولا يعني لا استراتيجي ديال الالغوريثم. اول حاجه ما كيكون عندنا بيان سور خاص يكون عندنا مشكل، كيكون عندنا لو بروبليم اول حاجه يعني كنفهم المشكل لو بروبليم. ثاني حاجه كنحدد المعطيات اللي هما كيتسموا لي زونطري، بيان سور كنحدد النتيجه اللي هما كيتسموا لي سورتي يعني النتيجه اللي غنوصل لها اللي هي كتسمى سورتي. وثالث حاجه يعني ما بين الانتري والسورتي عندي طريقه اللي كتسمى لا ميثود ولا لو بروسيسوس. هذا هو ميثودولوجي دو الالغوريثم. يعني وهذه الطريقه كنستعمل في الرياضيات. الرياضيات ديما كنطلق معطيات يعني كنحل يعني كنتبع مراحل ولا كنتبع بروسيسوس واحد الطريقه باش كنوصل في الاخر واحد النتيجه اللي كتسمى سورتي. يعني لي دوني معطيات كتسمى انتري، النتيجه كتسمى سورتي، وما بين الانتري والسورتي كاينه بروسيسوس ولا ميثود طريقه او مراحل اللي كنتبع باش نوصل النتيجه. تري بيان. الوغ نشوفو نوسيون دي دوني. اهم حاجه في الالغوريثم هما المعطيات. الوغ كاين عندنا لي فاريابل. شنو هما لي فاريابل؟ اون فاريابل اي لو نون دان اسباس ميموار دون لو كونتوني بو شانجي بوندون ليكزيكسيون دي انستركسيون دو الالغوريثم. الوغ شنو فاريابل؟ كيتسمى المتغير. شنو هاد المتغير؟ هو واحد يعني في الميموار في الاورديناتور كاين كل يعني هذاك الفاريابل كياخذ واحد الاسباس في هاد الميموار، وهاد الاسباس كل مره كتكون فيه واحد القيمه اللي كتغير من بداية ديال الالغوريثم حتى لاخر الالغوريثم. يعني مثلا كيكون عندنا واحد اكس فيها 3 يعني كننزلها في هذيك لاكاز ميموار، من بعد ممكن تساوي اكس زائد واحد يعني مثلا 4، يعني هذيك القيمه اللي كانت قبل ما كتبقاش كتاكرز وكتجي قيمه يعني هاد القيمه اللي هي 4 وهكذا حتى لاخر الالغوريثم. يعني شنو هو الفاريابل؟ هو واحد المتغير اللي كياخذ بزاف القيم من بدايه ديال الالغوريثم حتى النهايه ديال الالغوريثم. هذا هو لو فاريابل، يعني كياخذ بزاف القيم، ما عندوش قيمه ثابته، عنده قيمه متغيره اللي كتغير من بدايه حتى لاخر الالغوريثم. الوغ هنايا غنوصفو هذاك الفاريابل، غنعملو بحال بواط ماجيك، وهاد العلب هاد بواط ماجيك فيها مجموعة العلب، وهاديك العلبة كتمثل لينا واحد المتغير، وهاد المتغير كياخد القيمة كيما كتشوفو مثلا 12 مع نزيد عليه 4 مع نزيد عليه ا زائد 3، يعني القيمة ديالو ما كتبقاش ثابتة، كل مرة هاديك المربع ولا هاديك العلبة كيكون فيها واحد القيمة، يعني هاديك القيمة كتغير من البداية حتى الآخر يعني ليكزيكسيون ديال
ديال لو بروغرام ليكزيكيسيون ديال الالغوريثم. يعني ممكن تاخد 12 من بعد ممكن تزيد عليها 4 وتولي 16، ممكن مثلا تزيد عليها 3 وتولي مثلا 19 الى اخره، وممكن في الاخر تاخد 7. يعني القيمه ديالها كتغير من بدايه ديال الالغوريثم حتى لاخر الالغوريثم. يعني باش تفهموا لو فاريابل، يعني تصوروا هاد البواط ماجيك اللي فيها واحد الفاريابل ا اللي كياخذ كل مره قيمه يعني من بدايه لاخر ليكزيكيسيون دو بروغرام. Monsieur, la notion de constante, c'est quoi une constante? C'est un espace mémoire dont la valeur est précisée au début de l'algorithme et qui ne change pas durant le déroulement de celui-ci. Alors, axe variable qui est une constante, consulte-toi, qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est كما هي من الاول ديال الالغوريثم حتى الاخر الالغوريثم، يعني ما كتغيرش القيمه ديالها. هذا هو معنى ديال كونستانت. وكذلك كونستانت يعني فاريابل اسباس ميموار والكونستانت اسباس ميموار، ولكن الفرق ما بين الفاريابل والكونستانت، فاريابل القيمه ديالو كتغير من بدايه حتى الاخر يعني ليكزيكيسيون، يعني كياخذ بزاف القيم، وكونستانت القيمه ديالو كتبقى ثابته من الاول ديال ليكزيكيسيون، يعني من الاول ديال الالغوريثم حتى الاخر الالغوريثم. لا كونستانت هي aussi caractérisée par son nom et sa valeur. وبيان سور لا كونستانت هذاك يعني القيمه، هذيك مثلا كونستانت يعني هذاك المعطى اللي كيكون ثابت، يعني كنعطيو كوا، كنعطيو واحد القيمه اللي هي لا فالور اللي كتبقى يعني ثابته من الاول حتى الاخر، وكنعطيو واحد الاسم مثلا كونستانت ا ولا كونستانت ب تساوي الى اخره. مثلا نعطيو مثال، مثلا ممكن نكتبو كونستانت مثلا بي اي تساوي 3.14، هذه قيمه ثابته. اوكي، نمشيو لتيب دي دوني اللي هما دي فاريابل. ممكن يكون تيب انتيي، تيب ريال، تيب كاركتير، وتيب شين دو كاركتير. شنو هو تيب اونتيي؟ هما جميع الاعداد اللي كينتميو مجموعه زيد، اللي مثلا بحال ناقص 5 0 2011 الى اخره. وتيب ريال هما الاعداد اللي كينتميو من مجموعه الار، يعني الاعداد الحقيقيه اللي فيهم الاعداد العشريه موجبه سالبه اللي جمع لنا كل شيء، ناقص 5 ناقص 7.56 و10 اس 42 الى اخره. بالنسبه لتيب كاركتير هو كاركتير وحده، مثلا بحال ا بحال بي بحال سي بحال دي بحال أروباس بحال أ بحال كا. ألوغ هادو كيتسماو كاركتير وحدة، ومجموعة ديال الكاركتير كيتسماو شين دو كاركتير. مثلا بحال نو، بحال نوت واحد، نوت جوج، تلاتة، بحال أحمد، سميرة. ألوغ هادي مجموعة ديال الكاركتير كتسمى شين دو كاركتير. نمشيو لافيكتاسيون. شنو هي لافيكتاسيون؟ هي لوبيراسيون دافيكتاسيون كونسيست ا تريبي ان فاريابل اون فالور و ان ريزولتا. شنو هي لافيكتاسيون؟ لافيكتاسيون هي كنعطي واحد المتغير كنعطيه قيمه، كنعطيه فالور، ولا كنعطيه واحد النتيجه. هذه لافيكتاسيون. لافيكتاسيون كوا هي واحد لوبيراسيون، واحد العمليه اللي كتمكنني باش كنعطي واحد الفاريابل كنعطيه قيمه، يعني واحد المتغير كنعطيه قيمه. نعطيو مثال، مثلا خدينا دو فاريابل ا بي، النوع ديالهم لو تيب ديالهم ريال. هيدا كنديكلاري لي فاريابل، كنكتب فاريابل وعندنا ا فاصلة بي، ومثلا ما كنديكلاري لو تيب كنعمل جوج نقط ريال. ا عطيناها القيمه 3 وبي عطيناها القيمه ا زائد 4. ولافيكتاسيون كنعبروا عليها بداك السهم اللي كيمشي الاتجاه المعاكس، يعني اللي كيشوف اليسار. هادي هي لافيكتاسيون. اوكي، كاينه واحد الملاحظه مهمه، il faut toujours respecter la comptabilité entre le type de la variable et la valeur qui lui est affectée. يعني ديما نحاولوا نحترموا يعني الخاصيه اللي كتكون ما بين النوع ديال الفاريابل، واش ريال ولا اونتيي، والقيمه اللي غنعطيو ليه. مثلا نمشي مثلا نديكلاري مثلا ريال ومشي نعطي واحد القيمه، ولا نديكلاري مثلا اونتيي كينتمي لمجموعه زيد ومشي نعطي قيمه ريال. الوغ هنايا ماشي خدامه، ما خصني يكون هنا واحد العلاقه، واحد التماشي ما بين يعني النوع ديال فاريابل، تيب ديال فاريابل، وكذلك القيمه اللي غنعطيه. ما يكونش هنايا تناقض، يعني الفاريابل تيب ديالو في جهه والقيمه اللي غنعطيه كاينه في جهه اخرى. دابا نشوفوا الشكل ديال الالغوريثم، تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا لا ستركتور ديال الالغوريثم، يعني كيفاش كنكتب الالغوريثم، لا سانتاكس ديالو. اوكي، مثلا نعطيو مثال الالغوريثم ديسك، وبغينا نحسبوا المساحه ديال هاد الدائره. اوكي، اول حاجه شنو عندي في هاد الدائره؟ شنو خصني نديكلاري؟
عندنا الشعاع اللي هو R، وعندنا PE اللي هي قيمة ثابتة اللي كتساوي 3.14. يعني أول حاجة كنكتب اسم الالغوريثم، ألوغ السمية اللي عطينا الالغوريثم ديسك، يعني غنكتبو الالغوريثم ديكس ديسك الالغوريثم ديسك. من بعد كنديكلاري لي فاريابل والتوابيت لي شين، يعني كنديكلاراسيون لي فاريابل. أشنو كنبدا؟ عندنا متغير اللي هو R اللي هو الشعاع، وعندنا كذلك متغير آخر اللي هي المساحة اللي غنحصلو عليها في الأخر. يعني شنو كنكتب؟ فاريابل ار جوج نقاط ريال، وديما باش كنفصل ما بين ستار وستار كنعمل بوان فيغول. الوغ شنو غنكتب؟ فاريابل ار جوج نقاط ريال بوان فيغول. الفاريابل الثاني اللي هو اس جوج نقاط ريال، وممكن نعمل واحد الطريقه نعمل ار فاصله اس جوج نقاط ريال، وممكن نعملها بهذه الطريقه. هذا الفاريابل الثابت اللي عندنا كيفاش كنديكلاري اللي هو 3.14 بي اي. كنكتب كونستانت PI كتساوي 3.14. اوكي، دابا اول حاجه كنكتب اسم الالغوريثم، ثاني حاجه كنديكلاري لي فاريابل وكان عندنا شي كونستانت ولا اي حاجه. من بعد كنعمل ديبي، ديبي هو البدايه ديال الالغوريثم. وشوف ما بين ديبي او فان كيكون عندنا نفس، يعني خصنا يعني كيكونوا في نفس مكتوبين في نفس يعني المستوى، وهذوك الاخرين كيكونوا لداخل شويه تما في نفس المستوى. يعني ديبي النهايه ديال فان، يعني خصهم يكونوا في نفس المستوى. اوكي، باش كنديكلاري يعني باش كندخل يعني باش كندخل معطيات كنعمل سيزير، وكاين اللي كيستعمل ليغ، نفس يعني نفس الحاجه، اما كنعمل سيزير ولا ليغ. وباش كنخرج نتيجه كنخدم بافيشي ولا اكرير. اوكي، انا غنخدمو في الالغوريثم سيزير باش ندخل المعطيات، وافيشي باش نخرج النتيجه او نخرج شي حاجه. اوكي، يعني غنخدم الوغ سيزير ممكن نعوضها بليغ، و افيشي ممكن نعوضها باكرير. غتشوفوا في الالغوريثم اخرين كاينه ليغ واكرير، ليغ كتعني سيزير واكرير كتعني افيشي، ولكن انا كنفضل نخدمو سيزير وافيشي لان شويه قريبه لبروغراماسيون. اوكي، اول حاجه افيشي، اشنو عن افيشي؟ غنعمل شوف الحاجه اللي كنبغي نخرجها، يعني مثلا شنو غيخرج لي؟ تابي لو غيون. اوكي، يعني الحاجه اللي بغيت نشوفها يعني كنعملها ما بين غيمي، يعني هذيك غتخرج. اوكي، يعني شنو عيط افيشا؟ تابي لو غيون غتخرج، يعني الحاجه اللي كنبغي نافيشيها تبان لي في ليكرون كنعملها ما بين غيمي، يعني هذوك غيمي ولا اكولاد الى اخره، هذوك الشراطي. اوكي، اشنو غنكتب انا؟ بغيت نكتب تابي لو غيون. اشنو غنعمل؟ افيشي تابي لو غيون. من بعد شنو بغى يدخل لي؟ اشنو غندخل؟ غندخل سيزير ار، يعني ممكن يدخل 3 ممكن يدخل 4، يعني اي قيمه، يعني سيزير ار. اوكي، شنو هي العلاقه اللي كتمكنني باش نحسب المساحه؟ كنعمل لا فيكتاسيون، غنعمل اس غنعطيها كوا، غنعطيها ار نجم ار، يعني ار في ار في بي اي. اوكي، وردوا البال ما بين سطر وسطر كنعمل بوان فيغول باش كنميز ما بين اسطر. اوكي، ابري اشنو غيطلع لي؟ اوكي، افيشي انا بغيت نخرج المساحه، يعني خصني نعمل افيشي ونعمل هذيك لا سيرفاس اي ما بين اكولاد، يعني باش كنخرج شي حاجه باش كتكتب لي في ليكرون كنعملها ما بين الاكولاد، نعمل بوان فيغول افيشي اس. اوكي، هنايا افيشي اس ما كنعملش اكولاد، يعني يعطيني النتيجه. اوكي، الوغ هنايا كنسالي الالغوريثم ديالي فا، نشرح لكم اشنو غيطلع في ليكرون. اوكي، اللي غيطلع في ليكرون تابي لو غيون. اوكي، من بعد من عيك تابي لو غيو سيزير ار غندخل واحد القيمه ار، مثلا هنايا انا غيطلع لي تابي لو غيو، وهنايا غطلع لي يعني اي قيمه ممكن ندخل ار، ندخل مثلا هنايا تابي لو غيون 3. اوكي، ومن بعد غياخد هذيك 3 ويحسب لي المساحه، يعني عمل لي 3 في 3 في 3.14. اوكي، يعني يحسب لي المساحه. من بعد اش غيطلع لي في الاخر؟ غيطلع لي لا سيرفاس اي، يعني المساحه هي، ويحسب ويعطيني النتيجه ديال المساحه. اوكي، يعني ركزوا مزيان في الالغوريثم، وراه ساهل، فهمناه بطريقه سهله غيجينا ساهل. اوكي، يعني ونحتارم. اوكي، اسم ديال الالغوريثم، ديكلاراسيون ديال الفاريابل، عاده كنبدا الالغوريثم وكنخدم بسيزير باش ندخل المعطيات، وافيشي باش نخرج النتيجه، وافيشي مثلا ممكن نستعملها باش مثلا افيشي واحد لو تيكس، يعني هذيك ديما كنعملو ما بين اكولاد. اوكي، وما بين ملي كنسالي الالغوريثم ديالي كنكتب فا.
Nchoufou tibrid. Exemple, écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Les variables utilisées sont long, large et surface de cibriel. Et nchoufou talbid minik twahed l'algorithme qui me kenni bach n'hseb misaha dial wahed mustatil. Ok, atina les variables. Chnou ma les variables houma long ou large ou surface, yani tol ou l'ard ou l'misaha ou atina de cibriel. Yani atina nou dial variable. Alors, kifash ankesbou had l'algorithme? Tibou ma yimzien. Aoul haja, kenkit بو اسم ديال الالغوريثم اوكي الالغوريثم ممكن نعطيو اي اسم ماشي بالضروره هذا الاسم يعني كل واحد والاسم اللي يعطيه الالغوريثم سيرفاس تيغي ريكت بوين فيرغول اوكي اول حاجه كنبدا بالفاريابل اشنو عندنا فاريابل عندنا ثلاثه عندنا الطول والعرض لون فاصيلا لارج جنوقات نوع ديالهم ريال بوين فيرغول ثاني اوكي هو الثالث هو السيرفاس هي المساحه جنوقات ريال بوين فيرغول هلا كتبنا اسم الالغوريثم déclarina les variables les huma tlata OK long facile large OK ممكن يكونوا نفس النوع راه ممكن نعمل غير facile long facile large نقاط ريال point virgule surface de point réel point virgule من بعد غنعمل début début كنبدا OK نكتب الالغوريثم ديالي OK قلنا سيزير باش ندخل افيشي باش نخرج سوا النتيجه سوا بغيت نكتب شي حاجه نخرجت افيشي لي في ليكران اوكي الوغ شنو بغيت نافيشي في الاول نقول له دخل لي لونغور يعني هذه غنكتب افيشي ونعملها ما بين اكولاد باش تطلع لي في الشاشه اونطري لو لونغور من بعد بوين فيرغول سيزير لون يعني هنايا باش يدخل لي هنايا يعني اي لون كيما كان يعني انا قلنا لون متغير من بعد شنو نقول له يطلع لي في الشاشه نقول له طابي لارجور دخل لي لارجور اوكي ومن بعد نعطي سيزير لارج يعني باش يكتب لارج اي قيمه اوكي من بعد نعمل الطريقه اللي هي لافيكتاسيون العمليه اش كتعطيني مساحه المساحه نعطيوها كتساوي الطول في العرض اوكي من بعد اوكي اشنو غنعمل افيشي شنو بغيت يطلع لي في الشاشه يطلع لي المساحه هي لا سيرفاس اي ويعطيني النتيجة افيشي السيرفاس اللي هي حسبناها الطول في العرض اوكي خاصكم تفهموا الالغوريثم اوكي افيشي باش كنخرج النتيجة ولا كنافيشي شي حاجة في الشاشة وسيزير باش كندخل يعني ندخل ثلاثة ندخل اوكي يعني هنايا كيفاش غنفهم هذا الالغوريثم اش غيقول لي في الاول افيشي اونطري لو لونغور يعني عطلع لي في الشاشة اونطري لو لونغور ومن بعد سيزير لون يعني غندخل اي طول غندخل مثلا ثلاثة يعني غنكتب اطلع لي اونطري longueur ونعمل مثلا 3 نفس الشيء تابي لارجور انا يطلع لي في الشاشه تابي لارجور ومن بعد ندخل يعني اي عدد لارجور اي عدد نقسم مثلا 4 بعد يحسب لي المساحه سيرفاس يعني هي كتعطينا يعني الطول في العرض اللي هي مثلا 3 في 4 12 اوكي من بعد نطلع في الشاشه كوا لا سيرفاس اي المساحه هي ويعطيني افيشي سيرفاس اللي حسبناها اللي هي سيرفاس عطينا 12 اوكي يعني شنو غيطلع لي في الشاشه اونطري لونغور 3 اونطري لارجور ولا تابي لارجور 4 من بعد شنو يعطينا لا سيرفاس اي 12 اوكي très bien شوفوا تمرين اخر اكريغ ان الغوريثم كي بيرمي دو كالكولي لا سوم اي لو برودوي دو دو نومبر نطالبين منا نكتب واحد الالغوريثم اللي كيمكننا باش نجمع عددين هو لا سوم وجداء ديال عددين الوغ اوكي تبعوا معايا الالغوريثم الوغ هنا يعطينا الالغوريثم عطيناه سوم برو يعني سمينا سوم مجموع برو جداء يعني الالغوريثم سوم برو بوين فيرغول دابا نبدا بلي فاريابل متغير عندي ا بي اللي هو العددين اللي خدينا اللي غنجمعوهم ونعمل جداء ديالهم و اس اللي هي المجموع اللي بغينا و بي اللي هو جداء اللي بغينا يعني غنديكلاري جميع لي فاريابل غنديكلاري جميع لي فاريابل هما كلهم ريال اوكي ا فاصيلا بي هادو النوع ديالهم ريال بوين فيرغول اس فاصيلا بي جوج نقاط ريال بوين فيرغول دابا عاد نبدا الالغوريثم هادي لا سانتاكس كنكتب اسم الالغوريثم كنديكلاري الفاريابل عاده كنكتب ديبي ومكنسالي كنكتب فان وديبي وفان كيكونوا في نفس السطر يعني نفس المستوى اوكي اشنو عندي لداخل اشنو بغيت نكتب اشنو بغيت يدخل لي يدخل لي واحد العدد ا من بعد يدخل لي واحد العدد بي ومن بعد يحسب لي المجموع ا زائد بي ويحسب لي جداء ا فوا بي من بعد يافيشي لي كوا النتيجه اللي هي المجموع والنتيجه اللي هي الجداء سهله اوكي افيشي دوني ان نمبر saisir point virgule saisir a ok alors شوفوا la syntaxe كيفاش كتكتب afficher كنعمل ما بين قوسين كان عندي بغيت نافيشي
الناس يعني هذاك الشيء يطلع لي في الشاشه كنعملو ما بين هذوك لي زاكولات هذوك فيرغول فوق فيرغول فوق اوكي بغيتو يافيشي لي مباشره النتيجه ما كنعملش هذوك لي زاكولات يعني عملت لا اكولاد يعني عايز تخرج لي في الشاشه بوان فيرغول سيزير ديما بين قوسين سيزير ا يعني عيدخل لي ا من بعد افيشي دوني ان اوتر نومبر يعني نعطي نومبر اخر اللي هو بي هذاك ما بين اكولاد يعني عتافيشي لي في الشاشه بوين فيرغول ديما نفصل ما بين اي حاجه ما بين كوموند وكوموند نفصل بيناتها بوين فيرغول سيزير بي يعني عيدخل دخل القيمه بي من بعد اس شنو كتعطينا اس ا زائد بي و بي يعني ا زائد بي يجمع لي ا زائد بي و بي اللي هو الجدا يعطينا ا فوا بي اوكي اشنو يافيشي لي في الاخر في الشاشه يعطيني لا سوم دو دو نومبر اي يعني مجموع عددين هو ويعطيني النتيجه افيشي ما كنعمل افيشي وكنعمل هذاك سميتو الفاريه بين قوسين يعني غتخرج لي النتيجه ما كنعمل اكولات كيخرج لي هذاك الشيء اللي وص منه فكروا فيها مزيان اوكي ديما ما نساوش اوكي يمكن نعمل سيزير متا ا راه غندخل ا يعني غندخل قيمه ما كنعمل افيشي ا يعطيني النتيجه ديال ا اوكي ما كنعمل افيشي وهذيك المثل الكتابه ما بين لي زاكولات كتخرج لي في الشاشه اوكي افيشي لو برودوي دو دو نومبر اي بي فان اوكي نشرح لكم شنو يخرج لي في الشاشه افيشي اوكي سيزير باش ندخل قيمه افيشي باش نخرج النتيجه اوكي اشنو يطلع لي في الشاشه اشنو قلنا افيشي دوني ان نومبر يطلع لي في الشاشه في الاول دوني ان نومبر سيزير ا ندخل قيمه ا مثلا 3 افيشي في الثانيه شنو يطلع لي في الشاشه دوني ان اوتر نومبر وندخل بي مثلا ندخل 4 اوكي يعني ومن بعد اشنو نحسب القيمه ديال اس اللي هي 3 زائد 4 7 و بي 3 في 4 12 الوغ اش غنمشي دابا غنخرج النتيجه يعني شنو يطلع لي في الشاشه لا سوم دو دو نومبر اي ويعطيني النتيجه اللي هي 7 المجموع ومن بعد يعطيني يطلع لي في الشاشه لو برودوي دو دو نومبر اوكي اي ويعطيني القيمه ديال 3 في 4 اللي هي 12 اللي هي بي فسالينا نتمنى نكون فدتكم بهذا الشرح ومن بعد غنشوفوا التمارين في الالغوريثم باش نفهموا اكثر الالغوريثم شكرا للمتابعه لا تنسوا الاشتراك والدعم وشكرا والى اللقاء